بعد مشاركته بالهجوم على الزمر الإرهابية وهو يقف في الجهات الأمامية للدفاع عن الأرض والمقدسات في الحويجة، تفاجأ أحمد بتعرضه إلى لغم مفاجئ كاد أن يؤدي بحياته بعد أن أفقده نعمة البصر. بأثناء الهجوم وأنا جاركت طق عليه لغم، فقدت بصري عيني اليمنى، فحولوني لمستشفى الكفيل، بس اليسرى أباب يعني، بس شنو يعني ما أركز، قالوا راح نحاول على الكفيل، حاولون على الكفيل مستشفى الكفيل كربلة. فمتحولت لمستشفى الكفيل أشوف يعني عد بصري وهاي، فسووا أول عملية طلعوا الشطة، الثانية ما شفت، زقوا الإبرة بعيني ضربة قرنية شبكية، فبعد ما يعني بصر ماكو فقدته. ذو أحمد ناشد الحكومة العراقية والمحلية ووزارة الصحة لانتشاله من الظلام الدامس والألم الذي فيه للعلاج خارج البلاد. نطالب الحكومة بداء من دولة رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية بالنظر إلى حالة أحمد، حقيقة حالة أحمد يرثى عليها، يعني قدم عيونه في سبيل الوطن وفي سبيل المقدسات. وجود دائرة خاصة بهم طبية خاصة بهؤلاء المرضى راح يكون، هؤلاء الجرحى راح يكون لها نتاج فعلي وواقعي، وبالتالي الحكومة المركزية مفروض أن تأخذ دورها في هذه القضية باعتبار احنا انتهت العمليات الحربية، فبالتالي اليوم أثر العمليات الحربية يجب أن يكون موجود على أرض الواقع. من جانبها مدير الشرطة المثنى أكد صدور قرار من وزارة الداخلية مؤخرا يدعو جميع الجرحى للعلاج داخل أو خارج البلاد. هذا الضمان الصحي تتكفل وزارة الداخلية بعلاج المنتسبين المصابين في العمليات الإرهابية وكذلك المصابين في الواجبات الخاصة، بالإضافة إلى المنتسبين هنالك ضمان صحي كذلك لعوائل المنتسبين، عوائل المنتسبين إذا حالة تعرضهم إلى حالة أو مثلا مرض معين فبالإمكان مراجعة الضمان الصحي في مديرية شرطة المحافظة لغرض إكمال ما مطلوب لديهم من معاملة وصرف المستحقات المالية الخاصة بالمرضى أو المصابين. يذكر أن أحمد المقاتل العراقي الذي نذر نفسه في سبيل الوطن هو حالة من آلاف الحالات التي تقبع خلف الظلام أو في طي الكتمان والنسيان. جهود وزارة الداخلية هذه تمنت جرحى أن ترى النور في القابل من الأيام. لقناة الرشيد الفضائية واثق الواثق المثنى.